في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب البعض يعتقد ويظن في كلامي عن القرآن وعن حفظ القرآن وتشجيع الناس على حفظ القرآن الكريم أن هذا الكلام فقط موجه لصغار السن والأطفال والشباب. لا، الكلام اللي احنا قاعدين نقوله في هذا البرنامج عن حفظ القرآن هو موجه لكل المسلمين ولجميع الأعمار. اليوم أنت لما تسمع كلامي لا تقول لأبنائك حفظ القرآن، يا بنتي حفظ القرآن، يا ولدي حفظ القرآن وأنت تترك القرآن، لا، أنت احفظ معهم القرآن. وكل النصائح اللي احنا قاعدين نقولها في هذا البرنامج والتشجيع اللي احنا قاعدين نقوله والطرق اللي قاعدين نتبعها في حفظ القرآن أنت تتبعها مع أبنائك. لا تقول أنا كبرت، لا تقول وصل عمري 40 و50 و60 وصعب علي حفظ القرآن. أنا أشاركك، ممكن صعب عليك حفظ القرآن، ولكن عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر أن القرآن ميسر ليس فقط للأطفال ولا صغار السن، ميسر لجميع الأعمار. وأنا أعرف قصص كثيرة جدا. أنا كان معي واحد في المسجد من العمام كبار السن عمره 60 سنة حفظ القرآن الكريم كامل. في واحدة أردنية أم طاها كبيرة في السن، أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وحفظت القرآن الكريم كاملا. هذا الدليل على إيش؟ الدليل أنك أنت تستطيع حتى لو صعب. لا تقول أنا بيحفظ القرآن بسرعة بسنة وسنتين وثلاث، لا، لو تحفظ القرآن بخمس وست وعشر وخمستاعش سنة، لكن أنت حاط لك هدف ونية خالصة لله سبحانه وتعالى أنك تحفظ القرآن، رب العالمين راح ييسر لك. ويا كثر دور القرآن عندنا ما شاء الله، رب العالمين مبارك لنا فيها. روح ادخلها عندنا في الكويت، تشوف كبار السن حريصين أنهم يحفظون القرآن. اللي يعرف يقرأ يقرأ ويحفظ، واللي ما يعرف يقرأ وأمي يحفظ القرآن الكريم بالتلقين. احفظوا القرآن، صغيركم كبيركم شايبكم، القرآن بإذن الله ميسر لكم من الله سبحانه وتعالى. اجتهدت وبحثت عن تجارب لكبار السن من حفظة القرآن حتى أطلعكم على تجاربهم، فوجدت الكثير، ولكن كان أبرزهم الحاج عبد المعز والحاجة سيدة السيد الشريف. نعم، استمتعت بقصتهما. والآن أنا لا أقول كلام، أنا أتيت إليكم بدليل من هذه القرية، قرية عرب الرمل، عرب القرآن، بدليل ونموذج رائع. الحجة السيدة السيد الشريف تحفظ القرآن الكريم كاملا وهي عمرها الآن ما شاء الله 66 سنة، صح؟ اه ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لها طول العمر. الله يبارك فيك. كيف بدأت يا حجة بحفظ القرآن؟ بدأت بقى أنا كنت يعني كنت أحب أقرأ يعني في المصحف كده. نعم. فبدأت من الكهف. من الكهف؟ أوه. وبعدين جه بقى الشيخ حمدي بقى فتح عندنا، اللهم اغفر له وارحمه. آمين آمين. بقيت أروح عنده بقى إيه وأقرأ. نعم، تقرأي القرآن. يعني بس الكهف دي قرأتها لوحدي.
ما شاء الله. وراء الحق وراء الإيمان. فأول سورة حفظتيها في القرآن سورة كبيرة هي سورة الكهف. سورة الكهف. ما شاء الله كانت هي البداية. كانت هي البداية. طيب يما كم كنت تحفظي يعني؟ كم كنت تحفظي في اليوم؟ يعني مقدار حفظك في اليوم كم؟ ثلاث آيات. ثلاث آيات فقط. أربع آيات. نعم بس. قليل دائم. أوه. خير قليل من كثير. نعم. خير من كثير منقطع. تراجعين يوميا يما القرآن؟ براجع إن شاء الله. كم من الفترة التي حفظتي فيها القرآن؟ كم يعني استغرق وقت حفظ القرآن معك؟ لي ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ أوه. وحفظت القرآن ما شاء الله كاملاً. القرآن بيعطي لمن يحبه. نعم. خلاص دام الواحد حب شيء ربنا بيهديه بقى ويحفظ. ما شاء الله ما شاء الله. ولا يجد صعوبة. من عند الله بقى. نعم. ما شاء الله الأجمل مني أسمع أنك تحفظ القرآن أنك الآن تعلمين القرآن. أوه. الحمد لله ما شاء الله. كم شخص حفظ القرآن على يديك؟ ذا الحمد لله يعني في ستات كبار. ستات كبار حفظوا القرآن. آه ما شاء الله. تطبقين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما شاء الله. والآن عندك كأنه بنت ثالثة إعدادي. توب ثالثة إعدادي وشيء في تانية. نعم. وشيء تانية إعدادي وشيء في تانية ابتدائي. تعلميهم القرآن؟ بعلمهم القرآن إن شاء الله. طيب يما نسمع منك شيء من أي مكان أنت تقرأي؟ ماشي أي حاجة. اقرأي من أي مكان أنت، نريد أن نسمع منك القرآن. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يما. الله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا القرآن آمين في قلبك وأن يرفع درجتك في الدنيا والآخرة آمين. الله وأن يكون هذا القرآن حجة لك آمين يا رب. وأن تكوني آمين. أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى آمين. فأنت من أهل الله سبحانه وتعالى نحسبك كذلك آمين. نتمنى من آبائنا الذين يشاهدون هذه الحالة وهذا النموذج الرائع آمين. الحجة أمنا الغالية التي تحفظ القرآن وتعلم القرآن أن تحفظونه من الآن. لو آية في اليوم أرجوكم لو آية في اليوم، ولكن لا نترك القرآن. افتح المصحف احفظ آية واستمر على هذه الآية. افتح المصحف احفظي آيتين ثلاث آيات واستمروا بالحفظ وبإذن الله إذا حفظت القرآن أخذتم الأجر، وإذا لم تستطيع حفظ القرآن أخذتم نية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. رب العالمين لا يضيع هذا العمل الرائع. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولهذه الحجة التوفيق والثبات يا رب العالمين. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود. القرآن ميسر وتستطيع أن تحفظ، وأنا الآن في ريف مصر أجلس يعني في منطقة بعيدة عن القاهرة كي أقابل هذا النموذج الرائع الشيخ عبد المعز الغالي. هو كان يعمل في أحد المدارس عامل نظافة، ولكن رفع الله قدره بالقرآن، وأنا الآن أجلس أمامه وأخجل لأنه يحمل في قلبه كلام الله سبحانه وتعالى فالقرآن يرفعه. الشيخ عبد المعز، كثير من الناس يقول أنه لا يستطيع حفظ القرآن وهو كبير،
وأنت نموذج حفظت القرآن وأنت كبير في السن، ما شاء الله، متى بدأت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كم كان عمرك؟ حوالين 50 كده. بدأت بالحفظ عمرك 50؟ قبل 50 بحاجة بسيطة يعني. ما شاء الله. كم أخذ منك الوقت يعني؟ كم استغرق معاك الوقت في حفظ القرآن؟ سنة. سنة فقط؟ سنة. وحفظت القرآن؟ بس كان فيه يعني كنت مشتاق له قوي يعني على آخر الجهد. أو يعني بعد التقاعد، بعد ما تقاعدت؟ لا يعني طلعت معاش؟ قبل ما اطلع معاش بعشر سنين. قبل ما تطلع معاش بدأت بحفظ القرآن؟ حفظت وانا في الشغل، مجرد ما سمعت الآية من واحد بيقراها في ليلة في القبلة بعد ما صلينا العشاء، كان واحد اسمه الشيخ موسى العرض الله يرحمه، كان بيصلي وانا العشاء، خرج وقف في القبلة وتلت القرآن القرآن القرآن، ما نمتش في الليلة دي. وقال ايه؟ ومن أعرض عن بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا سمعت الآيتين دول خلاص أدريش بنفسي. سبحان الله، تحرك قلبك خلاص انتهى. صبحت الصبح قلت لابني الكبير، قلت له اتصرف وهات لي مصحف. ليه؟ قلت له بس هات لي مصحف وخلاص. راح جاب لي المصحف، بدأت من أول آية من أول البقرة. الحمد لله، اصطفاك الله سبحانه وتعالى واختارك. الحمد لله رب العالمين. واصطفاء يا شيخ. الحمد لله. طلعنا من الجيش حرب اكتوبر، اتعينت في المدرسة. نعم. الفترة بقى اللي أنا حفظت فيها دي بقى كنت شوية اللي أعودهم، مفيش بعيد عن العمل يعني، وأنا في نفس الشغل في المدرسة. أدي أحفظ الربع وأديه لأي مدرس أقول له سمع لي الربع ده. يوميا كده على طول. ما شاء كل الله. كل يوم مقرر علي. نعم. لما حفظت تميت السنة دول كنت حفظت القرآن الحمد لله، من يوم ما حفظت عامل مقرر لنفسي يوميا خمس أجزاء. خمس أجزاء كل راجع. يوم ما نمشي إلا أن أردته. إلى اليوم بداية صلاة الفجر لازم خمس أجزاء، ما نمشي إلا ما خلص. يراجع يوميا. أيوه. شوفوا حبه القرآن. بس ده كله حرصا. نعم. لأنه حفظ كبر. نعم. بعمي على كل أدك عشان خايف عليه. حرص وحرص كتاب الله. حرص وحرص لأنه فضل. أيوه فضل خايف عليه. الله ما صدق كنز. أيوه طبعا الحمد لله. والله ما صدقت إني أحفظ كتاب الحمد الله سبحانه وتعالى. ما أنا بقول معجزة، بقول لنفسي أنا بقى في حز ما العيال كلها في التعليم. أنا أولاد؟ اللي بشتغل في. أيوه عندي كم عندك ما شاء الله؟ عندي ثلاث أولاد ما شاء الله، عنده أولاد وانشغل في تعليم. أيوه بجانب مشاكل العيال والبيت والغيط. والغيط قايم بشغل الغيط كله، سواء دورة مكنة سيئية بتاع ده عزيق دورة زيادة عدورة. بس الربع اللي أنا بحفظه برضو حرص عليه. اسمعوا اسمعوا يا إخواني، يعني هو مشغول، هو حياتهم هنا. أيوة في الريف. أنا بحمد ربنا ليست كحياتنا يعني، حياتنا الآن إحنا نعيش ولله. أنا جاي دلوقتي من الغيط. الأستاذ جودة جه خدني من الغيط مؤاخذة، وأنا قاعد هناك بأكل مؤاخذة. الله أكبر. في الغيط والله هنيئا لك في الغيط، ليتنا كلنا في الغيط. أيوة لكن نحفظ القرآن. راح جابني من هنا والله، لا نعيش في مدينتنا ونهجر القرآن ونجعل حياتنا أنها هي عذر. أنا بيني وبين نفسي بشكر ربنا وببوس إيدي بالمقلوب كل يوم وبقول دي معجزة. أقول لك ليه؟ لأن القرآن الله سبحانه وتعالى هو إنه لكتاب عزيز. القرآن عزيز. أيوة. إذا ما لجأت إليه لا يأتيك. وإذا تركته يتركك طبعا. فالقرآن عزيز وأنت عزيت هذا القرآن وأحببت هذا القرآن فلجأت إليه بحب وشوق. الحمد لله. فالله سبحانه وتعالى يسره لك. طيب الشيخ عبد المعز، الآن أريد أن أسمع منك شيئا أنت تختاره من القرآن من كتاب الله بشكل يعني آيتين أو ثلاث آيات نسمعهم بصوتك حفظك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما شاء الله ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة الرائعة يا شيخ عبد المعز. واللي كبير في السن الآن اجعلوا لكم نصيبا من القرآن يوميا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية أنتم الرابحون في الدنيا والآخرة. هو الهدى والرحمة والنور المبين، هو اللي بين
يطمن قلوب المؤمنين، أهله في أمان ومحبته قوة وإيمان. بنقول لأهله معاك رب العالمين من قلبنا. في سؤال دائما احنا نسأله، ليش احنا سورة الفاتحة لا يمكن ان احنا ننساها؟ لان سورة الفاتحة انت تكررها كل يوم في صلواتك، فهذا التكرار يخليك ما تنسى هذه السورة ابدا. فاليوم انا في هذا البرنامج مو حريص بس انك انت تحفظ القرآن، انا والله حريص انك انت تحفظ القرآن وتتقن القرآن. ففي سر مهم جدا هذا راح يفيدك بإذن الله أنك أنت تحفظ القرآن بإتقان. شلون؟ اليوم مثلاً أنت خلنا نتفق أنك أنت تحفظ صفحة وجه من القرآن، هذا الوجه اللي أنت قاعد تحفظه بعد ما تحفظه خلصت الآن حفظه أتقنته، افتح المصحف وإقرأ، لا تزيغ عينك، لا توخر عينك عن المصحف، إقرأ مو أقل من 15 مرة. راح تقول لي وايد، أنا راح أقول لك شنو يفيدك. هذه القراءة 15 مرة من المصحف تخلي هذه الصورة، صورة الصفحة، مرسوخة في مخك على طول. اليوم أنا لو أسألك ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، تقول هذه الآية في سورة الأحزاب الشمال. لو أقول لك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، تقول هذه سورة قاف على اليمين. ليش؟ لأنك أنت شفت المصحف مع حفظك وكررت. هذا الأمر يخلي حفظك أصلا ما تنساه على مدى طويل جدا، وهذا سر مهم احرص عليه دائما وانت تحفظ. في اليوم خلصت الصفحة اللي عليك، الورد اللي عليك، حط عينك في المصحف وقراها 15 مرة وراح تذكر كلامي ان هذا السر فادك في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب، درب الصواب
من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. وحدنا رب القلوب، وحدنا.